سدود جفت الواحدة تلو الآخر وأخرى تدخل مرحلة الخطر وسط انحباس مطري فاقم من العجز المائي للمملكة التي تعد من أفقر دول العالم مائياً. السدود بوضعها الحالي باتت عاجزة عن الوفاء برفد الأراضي المزروعة والتي تعتمد على الري في بقائها، الأمر الذي قد يفاقم من مشاكل المزارعين ويمس الأمن الغذائي. تبخر المياه وانحباس المطر والاستخدام المكثف ثالوث أتى على السدود وتركها بشقوق جافة لا تقوى على العطاء، وسط تأكيدات من الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد الحلول. نبحث ملفنا الليلة مع عدد من المختصين والخبراء في هذه الحلقة، فأهلا بكم. السدود اللي وصلت لسعتها التخزينية القصوى هو سد واحد اللي هو سد الكفرين. في عندي سد الملك طلال بدخل عليه حاليا 15 متر مكعب الثانية، هي كمية متواضعة لكن إن شاء الله من هون لنهاية المنخفض بتكون الكمية جيدة. في عندي سد وادي العرب بدخل عليه 5 متر مكعب الثانية، من هون لنهاية المنخفض إن شاء الله متوقعين أكثر. سد الوالي نحن حاليا نترقب إنه يدخل عليه كميات منيحة من المياه في حال انتهاء الموجة الثلجية. إجمالي هطولات المطرية أو إجمالي الموسم المطري كان 39.24، هو إجمالي التخزين الحالي في سدود المملكة الأردنية الموجودة عندنا. دخل علينا زي ما حكيت لك من بداية الموسم المطري لغاية اليوم 43.5 مليون متر مكعب دخلين على السدود لغاية الآن. متوقعين إن شاء الله خلال المنخفض الحالي من 10 إلى 15 مليون متر مكعب يدخلوا لنا على تخزين السدود، وهذا راح يرفع حصادنا المائي هاي السنة. أكدت مصادر للمملكة بأن عدد السدود التي جفت الموسم الحالي بلغ 4 سدود تبلغ سعتها التخزينية قرابة 60 مليون متر مكعب، ويوجد في الأردن 14 سدا رئيسا تبلغ سعتها التخزينية نحو 336 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى الحفائر الترابية المعروفة بالسدود الصحراوية والتي يصل عددها إلى نحو 400 بسعة تخزينية تصل إلى 111 مليون متر مكعب. بعد جفاف سدود الموجب والوالة والتنور يدخل سد وادي شعيب إلى قائمة السدود التي جفت هذا العام، والمخاوف كبيرة بأن تزداد قائمة السدود الجافة في ظل تأخر الموسم المطري. في شباط الماضي أعلنت وزارة المياه والري عن وصول سد وادي شعيب في محافظة البلقاء إلى سيعته التخزينية القصوى والبالغة نحو 4 ملايين متر مكعب من المياه. اليوم وبعد مرور 10 أشهر على امتلاء السد هكذا بدا المشهد عن قرب. الحال في هذا السد لا يختلف كثيرا عن سدود أخرى، فوفق مصادر للمملكة فإن الموسم الحالي شهد جفاف 4 سدود رئيسية من أصل 14 سدا. فهذا هو سد الوالة في محافظة مأدبة الذي لطالما فتحت بواباته لتسييل المياه منه بعد امتلائه، أصبح اليوم ضمن السدود الجافة والذي تبلغ سعته التخزينية قبل مشروع التعلية إلى نحو 9 ملايين متر مكعب، لكن هذه البقعة من المياه أصبحت شاهدة على أثر وجود مياه فيما مضى. ثالث السدود الجافة كان سد الموجب في محافظة الكرك الذي تبلغ سعته التخزينية نحو 30 مليون متر مكعب، ومياهه تستغل للشرب ولري المزارع المحيطة به. ووفقا للتصريحات الرسمية فإن تدفق المياه من السد أوقف في آب الماضي خشية جفافه، وهو ما حدث لاحقا. رابع السدود التي جفت العام الحالي هو سد التنور في محافظة الطفيلة والذي تبلغ سعته التخزينية نحو 17 مليون متر مكعب، والمستخدم لغايات ري المزروعات في الأغوار الجنوبية وتزويد مشاريع صناعية بحاجتها من المياه. جفاف السدود الأربعة كان له الأثر الكبير على المخزون المائي في الأردن، فآخر التصريحات الرسمية أشارت إلى أن العجز المائي في الأردن للعام الحالي وصل إلى 40 مليون متر مكعب، نصف هذا العجز كان من نصيب العاصمة عمان. وفي ظل موجة الجفاف التي ضربت تلك السدود وتأخر الموسم المطري باتت الأنظار متجهة صوب ما تبقى من سدود خشية أن يطالها الجفاف كحال السدود الأربعة الأخرى. رعد بن طريف، المملكة، محافظة البلقاء.
إذا للحديث حول هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو مساعد الأمين العام لشؤون الفنية في سلطة وادي الأردن سابقا مهندس فؤاد عجلات، أهلا بك. وتنضم إلينا لاحقا المهندسة منار محاسني الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن. مهندس فؤاد، نبدأ من الوضع المائي الحرج الذي يجابهه الأردن، لماذا وصلنا اليوم في الأردن إلى هذه المرحلة الحرجة؟ لا شك يعني أنه شح الهطول المطري العام الماضي وهذا العام ساعد على أنه هذه السدود تصبح مخزونها متدني جدا. وأيضا أنا بعتقد أنه الإدارة، إدارة المصادر المائية وإدارة المياه في السدود كانت غير صحيحة، غير سليمة. مفروض أنه يعني إحنا نستشعر أنه في عندي مشكلة وأبدأ بتقنين المياه وأخلي عندي مخزون استراتيجي. كل عمرنا إحنا بسلطة وادي الأردن عندنا مخزون استراتيجي، يعني وصل عندنا مخزون استراتيجي عام 2013 و2014 و2015 وبداية 2016 حوالي 48 مليون متر مكعب، هذول ما كنا نعلن عنهن حتى نستطيع أن نواجه ظروف كهذه. لكن ما الذي حصل؟ ما الذي تغير؟ إذا كان الأردن واعي لهذه المسألة، كيف نصل اليوم إلى هذا الوضع السيء؟ والله يعني نكون صريحين، الكوادر الفنية اللي كانت تدير قطاع المياه كلها تقاعدت، كلها روحت بعد سن الستين، وبقي المهندسين ببذلوا جهد ممتاز لكن تنقصهم الخبرة اللازمة لإدارة المصادر المائية. موضوع مش سهل أبدا، لأنه أنت إدارة مائية وإدارة موارد وإدارة زراعة وإدارة مزارعين، فموضوع معقد جدا بده خبرات واسعة في هذا المجال. فوصلنا إلى هذه النتيجة. وعلى فكرة يعني السدود يعني مفروض أنه عرفنا كوزارة مياه وكسلطة وادي الأردن أنه بفترة معينة رح نصل إلى صفر تخزين. سد الموجب لأول مرة بتاريخه بجف، أول مرة بتاريخه بجف. بدي أسألك عن التفاصيل، الحركات سد وادي الموجب لماذا وصل، ولكن اسمح لي أرحب بتنضم إلينا عبر الهاتف مهندسة منار محاسني الأمين العام لسلطة وادي الأردن. أهلا بك معنا مهندسة منار. أبدأ معك من السؤال الجوهري لهذه الحلقة، كيف وصل الأردن إلى هذه المرحلة السيئة جدا من الأمن المائي؟ مساء الخير ست أريج، مساء الخير للمهندس فؤاد. أهلا فيكي. هلا ستي، إذا بنحكي بشكل عام عن جفاف السدود في المملكة، هلا معظم السدود في المملكة بتعتمد على الهطول المطري باستثناء سد الملك طلال وسد الوحدة. سد الملك طلال يعتمد على مياه الأمطار ويعتمد على الجريان السطحي لسيل الزرقاء والمياه الخارجة من محطة الخرب السمراء. هلا بدأنا احنا الموسم بعد انتهاء الموسم المطري بمخزون متواضع جدا في سدود المملكة. هلا كما ذكر المهندس فؤاد، احنا يجب ان يكون في مخزون استراتيجي لإدارة توزيع المياه للمواسم القادمة. يعني باخذ بعين الاعتبار انه يجب ترك مخزون لإدارة التوزيع حتى ما نصل لمرحلة أنه السدود تصل لمرحلة الجفاف. هلأ إذا بدي أحكي عن سد الملك طلال تحديدا، بدأت إسالة المياه من سد الملك طلال، طبعا هو يستخدم لري المزروعات في الأغوار في مناطق في دير علا والشيشون الجنوبية. بدأنا استخدام مياه سد الملك طلال بطاقة تخزينية حوالي 50 مليون متر مكعب، نحكي عن شهر 2 من العام 2021. إذا قارنا مستوى تخزين سد الملك طلال بالعام 2021 مع 2020 كان بكامل طاقته التخزينية حتى شهر 5، يعني بنحكي عن 75 مليون متر مكعب، يعني بنحكي عن فرق 25 مليون متر مكعب ما بين شهر 5 2020 مع شهر 2 2021. يعني إحنا بدأنا بإسالة المياه من سد الملك طلال بمخزون نوعا ما متواضع، يعني بأقل 25 مليون متر مكعب الموسم السابق. ولكن خلال 8 شهور هل من المعقول يعني أنه يخسر السد ويصل إلى مرحلة الخطر 40% فقط من مخزونه؟ لا، وهي مرحلة الطمي. سد الملك طلال إحنا ما بنحكي عن مرحلة الخطر،
سد الملك طلال لن يصل لمرحلة الجفاف، احنا رح ندير توزيع مياه الري من سد ويستخدم فقط لأغراض الري للتوضيح، رح ندير استخدام مياه سد الملك طلال بحيث لا نصل لمرحلة الجفاف. في كميات مياه تدخل بشكل يومي لسد الملك طلال زي ما ذكرت سيل الزرقاء والمياه الخارجة من الخرب السمراء، فإن شاء الله لن نصل لمرحلة الجفاف. تم وضع عدة سيناريوهات لإدارة توزيع مياه الري في الأغوار، وضعنا السيناريو الأسوأ إنه لا سمح الله إنه ما كان في هطول مطري من هون لنهاية العام. هلأ كميات المياه الموجودة في السد حاليا تكفي لري المزروعات الحالية. طيب. تم وضع سيناريو في حال إذا ما إجا أمطار هذا العام، وضعنا سيناريوهات لإدارة مياه توزيع مياه الري بالموس، خلينا نحكي العروة التشرينية القادمة. طيب مهندس، مهندس فؤاد لديه تعليق على ما تقولين، تفضل. أهلين مهندس منار، كيف حالك؟ في قضيتين لازم تأخذوهن بعين الاعتبار. لما السد بجف من الناحية الفنية الأكتاف تتعرض إلى الجفاف والنشفان، وهذا قد يؤدي مع أول تعبئة يصير انهيار للأكتاف، وبالتالي يكبر حجم السيديمنت في هاي السدود. الشغلة الثانية الأساسية أنه سد الملك طلال بدخل حوالي 250 ألف متر مكعب يومي من الخرب، بدخل عليه من الخرب السمراء 250 ألف متر مكعب، لكن إذا ما في جريان دائم وما في ينابيع بتغذي السيل وما في أمطار، نوعية المياه بتسيء جدا وقد تتأثر بعض المزروعات. صحيح. وبالتالي يعني أنا بعتقد أنه كان يعني مفروض كالعادي أنه يكون في استراتيجية لتوزيع المياه على مدار السنة. طيب مهندس منار، حدثينا عن هذه الاستراتيجية لتوزيع المياه على مدار العام. هلأ كما ذكرت إحنا سلطة وادي الأردن عند توزيع مياه الري يتم التوزيع حسب كميات المياه المتاحة. طبعا إحنا تم تقنين كميات المياه اللي تم توزيعها للمزارعين من شهر 5 من هذا العام، يعني احنا حتى نضمن انه كميات المياه الموجوده تكفي ولا نصل لمرحله جفاف السد، بدانا بالتقنين من شهر 5، وستستمر سلطه وادي الاردن في سياسه التقنين المتبع حاليا لري الوحدات الزراعيه المزروعه حاليا. اتفق مع المهندس فؤاد، نحن لن نصل لمرحله انه نستخدم اللي هي ضد السرج لا سمح الله، لا سيتم إدارة توزيع مياه الري في سد الملك طلال بحيث تكفي زراعات الحالية ولا نصل إلى المستوى اللي تأثر على نوعية المياه في السد. طيب بدي أسألك بشكل عام، اليوم هذا الوضع الذي نحن نعاني منه ما سببه؟ سببه عدم فهمنا لمفهوم التغير المناخي وإذا ما أثر فعلا على الوضع المائي للأردن، سببه أنه الأردن هو من أفقر الدول المائية وأفقر 4 دول في العالم مائيا، وهذا الوضع يعني ليس بجديد على الأردن، بالعكس نحن ننادي به منذ عشرات السنين، يعني منذ القديم. حلول سابقة كانت موجودة في السنوات السابقة، اليوم أين كان الخلل حتى وصلنا إلى هنا؟ ست العزيزة، هو في أكثر من سبب. هلأ التغير المناخي، الانحباس المطري، ارتفاع درجات الحرارة أثر على تخزين السدود. احنا بنعتمد لأغراض الري بشكل رئيسي على سد الملك طلال وباقي السدود في المملكة. بدي أستثني مناطق الأغوار الجنوبية، الأغوار الجنوبية تعتمد على الجريان الطبيعي للأودية، وطبعا ما رح تتأثر منطقة الأغوار الجنوبية تحديدا، ما رح تتأثر لأنه المياه الموجودة في مصادرنا في الأغوار الجنوبية هي مياه جارية تكفي، بنحكي عن مناطق صيفة وخنازيرة وذراع، إن شاء الله ما رح تكون فيها أي مشاكل، وفي مناطق بالصافي والحديثة ووادي الكرك كلها بتعتمد على مجاري أودية جريانها دائم طول السنة فلن تتأثر. باقي مناطق الأغوار تعتمد على السدود بشكل رئيسي، سد الملك طلال والسدود بالجنوب، نحكي عن سد الكفرين وسد شعيب. فالسبب هو التغير المناخي من ناحية، مخازين السدود تعتمد على الهطول المطري. هلأ توجه سلطة وادي الأردن زيادة الرقى الزراعية التي تعتمد على المياه المعالجة، هاي بتعزز بتزويد المائي للمزارعين
وبنوفر كميات المياه لأغراض الشرب تحديدا في قناة الملك عبدالله الجزء الشمالي منها. طيب مهندس فؤاد، نحن وعينا على هذه الدنيا ونحن نعلم بأنه الأردن من أفقر الدول المائية، أين الحلول السابقة؟ الحلول السابقة من عام 1994 وطالع قامت وزارة المياه والري وسلطة وادي الأردن ببناء العديد من السدود لحجز أكبر كمية ممكن من المياه. وعلى فكرة الأردن هي الدولة الوحيدة التي تحجز 85% من مياه الأمطار الممكن حجزها. طبعا احنا 85% من الأمطار التي تهطل على الأردن. عفوا أوضح، 85% من المياه الممكن تخزينها، لأنه في عندنا تبخر وفي عندنا انفلتريشن وفي عندنا فاقد. الآن أنا لما بقول 85% كم تبلغ اللي 85 ممكن تخزينها؟ 85% تبلغ حوالي 340-345 مليون متر مكعب المياه الممكن تخزينها. الآن في بعض أودية غير مجدي إنك تقيمي عليها سدود لأنه جريانها بسيط وسيء، فبروح 15% جريان وبروح إلى منطقة البحر الميت. السلطة وادي الأردن وزارة المياه والري عملوا جاهدين لزيادة السعة التخزينية، والآن في خطة لزيادة السعة التخزينية لتصل إلى 400 مليون متر مكعب السعة التخزينية مع حلول عام 2025، لكن أنا بعتقد أنه الآن اختلف البرنامج وراح تمتد شوي. المشكلة أنه طب الحلول السابقة أين هي؟ الحلول السابقة أي حلول سابقة؟ الحلول السابقة ما علمنا بالوضع المائي الصعب الذي يسير إليه الأردن. شوفي، أتحدث عن سنوات سابقة. نعم سنوات سابقة تقول بأنه نستشعر في مشاريع تم. نعم كنا نستشعر بأنه في فترة من الفترات في شهر من الأشهر رح نصل إلى مرحلة المياه تكون شحيحة ولا نستطيع أن نلبي طلب المزارعين، وبالتالي كنا نخاطب المزارع، كنا نقنن، كنا نخفض كمية المياه اللي بنوديها للمزارعين وكانوا يتفهموا. على فكرة مزارعنا بيستوعب هذه الأمور لأنه مصلحته أنه يستوعبها أفضل من أنه نصفي بهذا الوضع. ولكن الآن المزارعين يعني عندهم مشاكل كبيرة في هذا الوضع المائي، وما ترضين يعني مش بس على كميات المياه التي تسال إليهم. ستي مش بس بمياه الزراعة، إحنا بحاجة لعمان يوميا 250 ألف متر مكعب مياه شرب، بحاجة لإربد حوالي 30 مليون متر مكعب مياه شرب، سد الوحدة الكمية المياه اللي ممكن تستخدميها منها حاليا أقل من مليون متر مكعب، لأنه هو في 4 مليون في ديد ستوريج، إحنا على منسوب تقريبا 51 متر فوق سطح البحر، والمخرج على منسوب 50، يعني أقل من مليون متر مكعب تقدر تستعمليه من سد الوحدة. طبعا في عنا المخيبة، أبار المخيبة، وعنا في ينابيع تحت السد ممكن نستخدمها. أنت بحاجة إلى 500 مليون متر مكعب يومي، 500 ألف متر مكعب يومي لغايات الري. طيب منين هو؟ سد الوالي على سبيل المثال تم تفريغ حوالي 4.5 مليون متر مكعب مية منه خوفا من انهياره، وهذا كانت جريمة وخطيئة بحق الأردن. أنا عليت السد مشان أخزن المية، أنا لما بتجيني المية بفرغها على السيل كان خطأ قاتل. هذا سد الموجب. سد الموجب هلأ المشكلة اللي بتواجه سلطة وادي الأردن كبيرة للمصانع البوتاس والبرونين، إحنا بتزودهم سنوي الحد الأدنى بحدود 3 مليون متر مكعب من الوالي والموجب والتنور. طب الثلاث سدود فارغة هذول الآن فرغوا فارغين. طيب تسمح لي أسأل مهندس المنار. نعم. مهندس المنار، سألته عن مسألة المزارعين واعتراضهم، اليوم كيف تتعاملوا في سلطة وادي الأردن مع مطالب المزارعين واعتراضهم على تقنين المياه المسالة؟ هلأ ستي زي ما أنا ذكرت، هلأ إحنا بدأ تقنين بكميات المياه المسالة فقط من شهر 5 في الأغوار من شهر 5، وإحنا بس أخذنا هذا القرار أخذناه بالتنسيق مع المزارعين. إحنا بنعتبر المزارع هو شريك استراتيجي في اتخاذ القرارات في سلطة وادي الأردن.
يعني رئيس اتحاد المزارعين، رئيس الاتحاد العام هو عضو في مجلس الإدارة، ويتم التنسيق باستمرار مع جمعيات مستخدمي المياه في توزيع كميات المياه. هلا المزارع زي ما ذكر المهندس فؤاد على وعي تام ومدرك للوضع المائي في المملكة، وعلى اطلاع بكميات المياه الموجودة حاليا. سيتم الاستمرار بالتقنين، وهذا الحكي ما راح يكون إلا بالتنسيق وإطلاع المزارعين على هذا الوضع، وبنطلب منهم برضو الاسترشاد في الزراعات. يعني أحيانا في زراعات تستهلك كميات مياه كبيرة مقارنة مع زراعات أخرى، فمزارعنا على وعي بالوضع المائي، وراح يصير في اجتماعات قادمة مع المزارعين لإطلاعهم على الوضع القادم، مشان يصير في ترشيد للاستهلاك المياه أساس يلجأوا بالزراعات القادمة للمحاصيل اللي بتستهلك كميات أقل. طيب رئيس اتحاد بدي بس بدي أعلق على الملاحظة ذكرها المهندس فؤاد عجلات بالنسبة لتزويد المياه من الجنوب. هلا احنا ما بدي أشير إنه سد الموجب تم إيقاف إسالة كميات مياه منه في بداية شهر 8 من العام الحالي 2021. هلا احنا في إدارة مصادرنا المائية لا نعتمد بشكل رئيسي ووحيد على السدود. سد الموجب هو سد رئيسي بالنسبة لنا واستخداماته متعددة، لكن ليس هو المصدر الوحيد، هو معزز للمصادر الموجودة في الجنوب. ما أوقفنا تزويد شركة البتراس، ولا أوقفنا تزويد المزارعين بالأغوار الجنوبية، وما أوقفنا تزويدنا بالمياه لشركة مياه هنا. إحنا بنعتمد على الينابيع الموجودة بأسفل الموجب، بنعتمد على سيل الزرقاء معين وسيل الزارة معين. طيب. كميات المياه هاي من خلال محطة الموجب يتم تزويدها للمزارعين وللأغراض الصناعية ولشركة مياه هنا. طيب، نحن الآن في وضع مائي شبه خطير، والسيناريو يسير إلى الأسوأ، ألا يستوجب علينا الآن أن نعلن حالة الطوارئ المائية في هذا الوضع؟ بتقييمي الحالي في الوضع الحالي لا، احنا ما يعني ان شاء الله لا يمكن ان نقول بانه الان نحن في مرحله جفاف مع لا. جفاف سته سدود هلا ستي جفاف السدود انا حكيت لك انا عندنا قص يعني الواقع اللي صارت لسد الموجب انا بشهر 8 و9 و10 واحنا هلا بشهر ب10 ايام من شهر 11 ما استخدمنا سد الموجب وما أوقفنا التزويد المائي لعدة جهات. نحكي عن شركة البوتاس العربية شغالة، نحكي عن شركة مياهنا بنزودهم بكميات مياه من محطة الموجب وبنزود المزارعين بالأغوار الجنوبية. فلا سمح الله إنه إذا بدنا نعلن جفاف معناته إحنا ما عندنا مصادر نديرها في مناطق الأغوار. هل يعني ذلك بأنه نحن قادرين على إدارة المصادر المائية الموجودة لدينا الآن من 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 إعلان حالة الخطر لبعض السدود التي جفت تقريبا وتم إعلانها بوقت سابق من قبلكم ومن قبل وزارة المياه، ونحن الآن قادرون فعلا على أن ندير هذه المصادر المائية من الآن إلى أن ينزل الهطل المطري الذي من الممكن يعني لا أحد يعلم ماذا سيكون؟ بأكد لك بمسؤولية وقدرة وزارة المياه والري ممثلة بسلطة وادي الأردن وسلطة المياه على إدارة الأزمة الحالية إذا بدنا نحكي عنها أزمة. إحنا خلصنا من موسم الصيف ومر بالصيف آمن الحمد لله. هلأ إذا بنحكي عن جفاف السدود والمهندس فؤاد بيعرف هذا الحكي وبيأكد عليه إنه سد شعيب كل سنة بيجف في هاي الفترة. سد التنور إحنا ما استخدمناه من شهر 5 نهائيا، لكن في مصدر ثاني بنزود فيه المزارعين وبنزود فيه شركه البوتاس العربيه. نعم. اللي هو سيل الحساء حمام من سيل بربيطه وعفره، ففي مصادر يعني مش بديله، هي مصادر معززه لعدم استخدام سد التنور. سد الموجب زي ما ذكرت لك احنا في عندنا مصادر اخرى، احنا وصلنا مرحله جفاف حاليا. طيب. لكن اوقفنا استخدام هاي السدود من 4 أو 5 أشهر. بدي أشكر وجودك معنا مهندس منار محاسن الأمين العام لسلطة وادي الأردن، شكرا جزيلا لوجودك معنا. مهندس فؤاد، ألا يستلزم وضعنا اليوم يعني كما قالت مهندس منار نحن قادرون على أن ندير المصادر المائية إلى أن يأتي الهطل المطري اللي على ما يبدو بأنه نحن مستبشرون به خير؟ شوفي أنا أتمنى هذا الحكي، وأنا ثقتي كبيرة بوزارة المياه والري وسلطة وادي الأردن انهم بواصلوا مدار الساعه العمل، لكن في حقائق لازم تنحط امامنا.
سد الموجب فارغ، سد التنور، سد الوالي، سد، ولكن في بعض منها يعني تفرق كل عام في نفس الوقت. لا 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 لا، سد الموجب عمره ما فضي، سد التنور مرة واحدة جف، سد الوالي عمره ما جف. في عندك أنت هلا وادي الكرك، وادي الكرك لسه سد جديد ولغاية الآن ما 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 أجا مي معتبرة، وسد زرقاء معين، هذه السدود الصغيرة اللي تمت مؤخرا، يعني ورود المي المياه الأمطار لها ضعيف تقريبا. لكن أنا عندي سؤال لسلطة وادي الأردن، الآن إحنا بنزود شمال الكرك بأربعة مليون متر مكعب مياه شرب من سد الموجب، كيف ممكن نعوضهن هذول الأربعة مليون متر مكعب ما دام السد فارغ؟ القضية المهمة جدا، وأنا بعيد وبكرر إنه لما بجف السد الأكتاف تتأثر فنيا، هذه قضية لازم يعني يديروا بالهم عليها وينتبهوا لها، مش لازم نتركها هيك. سد الملك طلال الآن في 10 مليون متر مكعب ممكن تستخدميه فقط، لأنه في عندي 10 مليون متر مكعب ضد الاستورج. سد وادي العرب في 2 مليون متر مكعب مع ضد الاستورج، مع عفوا مع التخزين الميت. يعني في الواقع إن احنا عندنا مجموع ما عندنا مياه ري، ري وشرب في كافة سدودنا اقل من 14 مليون متر مكعب. يعني الوضع مبشر بخير ام لا بكلمة؟ شوفي الوضع ان شاء الله احنا بنعتمد زي ما حكيت لك، بيعتمد على الهطول المطري، لكن المؤشرات ان شاء الله اني بكون غلطان. نعم. ومعلوماتي انه هذا الشهر والشهر القادم الهطول المطري شحيح. وعلى فكره احنا السدود سريعا لو سمحت، السدود احنا الامطار بتيجي للسدود بعد شهر واحد. نعم. لما بصير في عنا احنا امطار في المناطق الصحراويه بعد شهر الواحد فيضانات بصير في سدود، فمش معنى انه اذا ما صار هطول مطري بشهر 10 و11 ما شفنا الامطار انه ننخفض. لا، احنا متاكدين من انه يعني الفيضانات بالمناطق الصحراويه ستحسن الوضع ان شاء الله. ان شاء الله. وهذا تعالى طبعا حيكون معنا مهندس رائد الخطاب علشان نتحدث اكثر عن المواسم المطريه والتوقعات لدائره الارصاد الجوي. نعم. في هذا المجال بدي اشكر وجودك معنا مساعد الامين العام للشؤون الفنيه وسلطه في سلطه وادي الاردن سابقا مهندس فؤاد عجلات، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا لك. شكرا لك. فاصل قصير ونستكمل هذه الحلقه. إذن أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة الخاصة التي نتناول فيها جفاف السدود والسبل المقترحة لمواجهة أي أزمة مائية قد تواجه المملكة في ظل انحباس الأمطار والتغير المناخي. نتابع الملف مع ضيفي هنا في الاستوديو الرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن مياهنا سيد محمد العران، أهلا بك. وسيكون معنا عبر سكايب عمر شوشان رئيس اتحاد الجمعيات البيئية، وعبر الهاتف مدير إدارة الأرصاد الجوية سيد رائد رافد الخطاب. إذن أهلا بكم جميعا. نبدأ أولا مع ضيفي في الاستوديو سيد محمد العران، هل من الممكن فعلا أن نقول بأننا اليوم دخلنا في أزمة مائية خطيرة، وضع مائي خطير؟ أسعد الله مساءكم وأسعد الله مساء جميع الأخوة المشاهدين، وشكرا لتلفزيون المملكة. أهلا بك. نحكي أزمة بالحجم بالطريقة اللي طرحتها، ما في أزمة بالحجم اللي بنحكي أنه أزمة دخلناها. إحنا في الأردن معروفين على مر السنوات السابقة أنه إحنا ثاني أفقر دولة بالماء على مستوى العالم. وهذه الصعوبات اللي واجهت الأردن على مر السنوات بفضل رب العالمين بنتجاوزها سنة بعد سنة بالإدارة الحصيفة وبتضافر جهود الجميع. موضوع السدود بلش بالصيف لما وقف سد الموجب، وكانت الخطط اللي انعملت من خلال قطاع المياه بالتكامل ما بين وزارة المياه، سلطة وادي الأردن، سلطة المياه، وشركة مياه والشركات الثانية على الخطط اللي انعملت. الحمد لله مر الصيف بوضع جيد، بالرغم من أنه كان الطلب مرتفع غير طبيعي على المياه بهاي السنة بعد الكورونا، فتح جميع القطاعات وعودة أعداد كبيرة من المغتربين هذا العام، والحمد لله مشينا مع حجم مقبول من الشكاوي. ولكن انه بحجم نحكي انه في ازمه خانقه وازمه جفاف بالوضع الحالي، ان شاء الله ما بكون بتضافر جميع جهود الجهات المعنيه بهذا الموضوع. طيب كيف تقرا
الأرقام المائية الموجودة في الأردن، يعني اليوم لدينا مخزون معين من الماء، هذه النسبة وهذا الرقم للمخزون المائي للأردن كيف يقرأ؟ هلا المخزون المائي إذا بدنا نقرأه بالنسبة لمياه الشرب اللي بتعنينا بنوزعها على المشتركين بمياهنا اللي هي محافظات الوسط، بتنقسم إلى نوعين، مياه سطحية ومياه جوفية. إذا بنتحدث عن السدود اللي بتزود المصادر اللي بنستعملها للشرب، كل السدود لا تتجاوز نسبة تقريبا 20% من اللي موجودة، ولكن الخطط اللي عم تنعمل وتتساوى لما نوصل لبداية موسم مطري وإحنا بشهر 11 ونضب سد حتى من السدود التي هي ليست من الشرب، بالمنظور الحالي ليس التأثير الكبير جدا، ولكن هنالك تأثير في صعوبة في العملية، لكنها بفضل رب العالمين ضمن منظومة الخطط والمشاريع الحالية اللي معمولة فهي في وضع جيد والأمور الحمد لله طيبة. طيب نتحدث عن سد سدود جفت تأثيرها على الوضع المائي، ليس لها تأثير؟ لا يوجد تأثير. بداية السدود اللي بتزودنا بالنسبة اللي حكيناها بالسدود المباشر هم سدين، سد الوحدة شمالا وسد الموجب جنوبا. وحتى إذا تأثرت الموجب لأول مرة، الموجب لأول مرة نعم، الموجب شهر 3/8 4/8 وقف عن الإسالة، والحمد لله تعاملنا مع هاي، وكانت في فرق حوالي 50,000 متر يومي، كان بديل إلها أن استأجرنا مجموعة من الآبار في مناطق مختلفة حتى نسد العجز، علما أنه تنبهنا قبل الموسم الصيف واشتغلنا خطط بالمحافظات وعدنا توزيع المياه اللي موجودة بخطط تكاملية، كانت يعني بدون مبالغة كانت اجتماعات شبه أسبوعية على مدار العام، وزارة المياه مع معالي وزير المياه، أمين عام سلطة المياه، أمين عام سلطة وادي الأردن، والشركات حتى تكون أكثر من بديل أنه نتجاوز اللي فتنا فيه. سد الموجب حتى قبل ما وقفوا اللي هو بزود نحكي الجزء الجنوبي من العاصمة عمان، كانت كمية الإسالة منه خفت تدريجيا، راعوا في أكثر من نقطة لبين ما أخذوا القرار بالتوقيف الإسالة منه، لأنه برتبط الموضوع لدى المختصين سواء أنه يحسب الجانب التبخر مع جوانب أخرى وجانب الإسالة، فهذا من المختصين بسلطة وادي الأردن. السد الوحده كانت بالمجرى القناه، كانت هناك بدائل للروافد اللي بتغذي قناه الملك عبد الله، والحمد لله كانت الامور طيبه. طيب بدي انتقل مباشره لرئيس اتحاد الجمعيات البيئيه سيد عمر شوشان، اهلا بك معنا سيد عمر. نتحدث عن قمه غلاسكو، ما الذي سيستفيده الاردن من هذه القمه؟ بكل تأكيد يعني قمة غلاسكو يعني تأتي على ثلاث مسارات، مسار يتعلق في التخفيف من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وأيضا الإجراءات المتعلقة في التكيف مع التغير المناخي، وأعتقد أن قطاع المياه واحدة من أهم القطاعات في المملكة تتأثر بشكل مباشر في قضية التغير المناخي، فلذلك من المهم جدا أن ننظر إلى الفرصة التمويلية التي قد تتأتى من قمة غلاسكو وأيضا من صندوق المناخ الأخضر الذي يمول الدول النامية المتأثرة بشكل مباشر من آثار التغير المناخي. نعرف تماما بأن الأردن يتأثر بشكل مباشر وخاصة في قطاع المياه، وقطاع المياه الآن يعني أصبح ماثل للعيان، التأثير واضح، لا أقول فقط بأن السبب هو التغير المناخي، هناك نعم أسباب إدارية وأسباب فنية، ولكن واضح بأن أحد الأسباب هو قضية التغير المناخي، فلذلك يجب أن نستثمر الفرصة التمويلية التي تتأتى من هذه المؤتمرات المتعلقة في التغير المناخي، ويجب أن وطنيا أن نجهز أنفسنا جيدا في إعداد هذه الملفات. الفرص الاستثمارية في ماذا تتمثل؟ مشاريع الطاقة المتجددة اليوم كيف يمكن للأردن وهو دولة نامية أن يستفيد من هذه المشاريع وهذه الخطط؟ بكل تأكيد يعني هناك فرص تمويلية تأتي على شكل منح وأيضا على شكل قروض ميسرة، فلذلك المشاريع المائية الاستراتيجية
في المملكة لا يمكن أن نعتمد على الخزينة بشكل مباشر، وهذا شيء معروف للجميع. فلذلك يجب أن نحضر ملفاتنا جيدا على المستوى الوطني، وأن نذهب إلى المؤسسات التمويلية، لأن قضية شح المياه في الأردن هي مرتبطة في قضية عدم استقرار المنطقة. نعرف بأن الأردن استقبل موجات من اللجوء الإنساني وزاد الطلب على المياه، فلذلك هذه يعني قضية لا يجب أن يتحملها الأردن وحيدا، يجب أن المجتمع الدولي واجبه أن يقف إلى جانب الأردن في زيادة الطلب على مصادر المياه، وأن يمضي في تمويل الأردن في امتلاك مشاريع استراتيجية مثل مشروع ناقل الوطني. طب لماذا فقط يعني دائما ما يتم التطرق إلى موضوع الاستهلاك الزائد للمياه، إن كان من لاجئين أو طلب زائد على المياه بغض النظر عن الأسباب؟ لماذا لا نتحدث عن سوء في إدارة التخطيط، سوء في إدارة ملف المياه، مشاريع لها علاقة بزيادة التزود المائي، مشاريع تمويلية تتوقف، ومشاريع أخرى بعد أن يتم العمل بها أيضا تعود وتتوقف؟ المشاريع الوطنية في الأردن كيف ينظر لها؟ يعني اليوم ما هو أمان الأمان الدولي الذي ممكن أن يحصل في الاستثمار في الأردن في مسألة الوضع المائي؟ نعم، أنا أتفق تماما بأننا يجب أن نكون لدينا الجاهزية المؤسسية الكافية، ليس فقط نعتمد على التمويل الدولي، وأيضا نعتمد على سياسات الترشيد وضبط خاصة التعديات على شبكات المياه وأيضا على مصادر المياه الشحيحة. ولكن بنفس الوقت إذا ننظر إلى الأمر بشكل استراتيجي، يجب أن نذهب إلى أبعد ما هو موجود في الموازنة المائية الحالية. يجب أن نذهب إلى خيارات استراتيجية. إذا يعني أخذنا أي بعد تنموي، يجب أن يوازيه مصدر مائي يعني متاح. فلذلك إذا الأردن يريد أن يمضي في أجندته التنموية، يجب أن يتمكن من مصادر مائية دائمة، مصادر مائية استراتيجية. لا يجب أن يعتمد على الإدارة اليومية وعلى الصدف في إدارة الوضع المائي. طيب اسمح لي أنتقل لمدير إدارة الأرصاد الجوية السيد رائد رافد الخطاب. أهلا بك معنا سيد رائد. نتحدث عن حالة الانحباس المطري وكيف من الممكن أن يكون لها تأثير فعلا كبير وواقعي على الوضع المائي اليوم في الأردن. كمية الأمطار بالنسبة للمتوسط الحسابي السنوي إذا ما تم مقارنتها بالعام الماضي والتوقعات لهذا العام. مساء الخير أخت أريج لكم، ومساء الخير لجميع المشاهدين. طبعا احنا بدنا نعرف ان الموسم المطري عندنا بالأردن بيبدأ عادة مع بداية فصل الخريف، يعني من نهاية شهر أيلول شهر 9. نعم. ويمتد الموسم المطري حتى تقريبا الثلث الأول من شهر أيار شهر 5. وعادة فصل الخريف اللي هو بينتهي ب 21/12، يعني اللي هو فترة الانقلاب الشتوي، يعني من نهاية أيلول، من نهاية تقريبا من 22/9 لحد 21/12، هاي فترة الخريف. وعادة هذه فترة الخريف بتحقق بالنسبة للموسم المطري الكلي 13% من الموسم الكلي. احنا حتى نلاحظ في الفترات والسنوات السابقة، إذا رجعنا للبنك المناخي الأردني اللي متوفر في إدارة الأرصاد الجوية، وهو بنك طويل يصل ل100 عام. نعم. طبعا دراستنا وتحليلنا للوضع حتى الثلث الأول من شهر تشرين ثاني، يعني حتى 10/11 الجاري، كانت تشير إلى أنه المواسم المطرية حوالي تقريبا 50 موسم مطري، يعني 50 موسم مطري من أصل 100 موسم. نعم. يعني من أصل 100 سنة كانت الهطولات المطرية تقريبا مشابهة للوضع اللي احنا فيه حاليا. طيب. ومع نهاية هذه المواسم وجد بأنه 32 موسم مطري من 50 اكتمل بحيث أنه وصل لمعدل العام، وأحيانا في بعضها زاد، و18 موسم من 50 كان دون المعدل الموسمي. الآن
إذا بدنا نيجي نقول إنه الوضع العام عندنا لحد الآن شايفين إنه فيش هطول مطري، لكن مش رايح نيجي نقول إنه الموسم المطري سيء من الآن، لا نستطيع أن نحكم على الموسم المطري من الآن إنه سيء. طيب إذن هل يوجد أي مؤشرات لأي فعاليات جوية من الممكن يعني أن ترفد المملكة بمنسوب معين من المياه؟ طبعاً أكيد التوقعات الجوية إحنا كل ما اقتربنا من فصل الشتاء بتزيد، يعني حالياً على المنظور القريب هناك طبعاً نشاط في الوضعيات لعدم الاستقرار الجوي، مثلاً مع منتصف الشهر يعني بحوالي ب 15 ل 17 الشهر في توقع لحالة من عدم الاستقرار، قد يكون هناك زخات مطرية متوقعة في بعض المناطق، لكن احنا كأرصاد جوية ونظرنا يمكن التنبؤ بالموسم المطري. اكيد احنا هو التنبؤ خلينا نحكي التنبؤ الموسمي او سيزونال فوركاست عادة احيانا ما بيطابق الواقع، يعني لانه بيعتمد على نماذج عددية احيانا ما بتاخذ، لانه بيحكي بتحدث عن منطقة واسعة وشاسعة وعن العالم ككل. فاحنا صحيح ان التنبؤات الفصلية كانت تشير الى انه في احتمالية بين 50-60% تكون معدلات الهطول للسنة هاي للموسم دون المعدل، لكن من خبرتنا في هذه التنبؤات الفصلية كثيرا ما انه ما طابقت الواقع، واحنا يمكن اعطيتك الاحصائية الإحصائية اللي موجودة، احنا متفائلين يعني شهر 12 ان شاء الله متفائلين ان شاء الله بحالات جوية ان شاء الله متكررة، هناك توقع ما بين 4 إلى 5 حالات جوية في شهر 12. مدير إدارة الأرصاد الجوية سيد رائد رافد الخطاب، شكرا جزيلا لوجودك معنا. سيد محمد، اليوم واجه الأردن في حالة مماثلة سابقة في ثمانينيات القرن الماضي، حالة مماثلة للوضع الذي نعيشه هذه الأيام، والمسؤولين حذروا المواطنين من حالة جفاف وتم إعلان حالة جفاف. اليوم لا يستدعي الوضع لأن نعلن حالة جفاف أو حالة طوارئ مائية؟ بالنسبة لإعلان حالة الجفاف من خلال إطارنا كشركة مياه هنا، إحنا بنزود المياه حسب الكميات المتوفرة، اللي لسنا الجهة اللي بتقيم حالة الجفاف الموجودة. ولكن أسألك من خبرتك في خبرتنا الملف، يعني من خبرتك هل يستدعي الوضع أم لا؟ بحسب ما الوضع الراهن فيما يخص مياه الشرب يستدعي التقنين باستخدام مياه الشرب، يستدعي التنبه بشكل أكبر. لم نصل إلى إعلان حالة جفاف بمعنى حالة جفاف من المختصين، زي ما تفضل الأخ بالأرصاد الجوية المؤشرات ما زالت غير واضحة. إحنا الآن بفصل الشتاء، فصل بشهر 11، الفترة اللي متبقية أمامنا بخف الطلب على المياه، لا نتوقع أنه والزراعات اللي هي مش مجالنا حتى نتدخل فيها. طيب، انه مرتبطه باشياء عناصر. سؤال عن فاقد المياه. نعم. اليوم فاقد المياه بالاردن نسبته عاليه، اين وصلنا في مرحله تخفيف الفاقد؟ فاقد المياه بالاردن بالرقم اللي بنحكي فيه لازم نوضح نقطه اساسيه. طريقه التزويد، بدايه الحديث لما حكينا انه الاردن ثاني افقر بلد بالمياه، انه حصه الفرد من المياه المتجدده سنويا اقل من 100 متر وحد الفقر هو 500 متر مكعب للفرد. الطريقة اللي تتوزع فيها المياه في الأردن هي طريقة التزويد المتقطع أو بالدور مرة بالأسبوع، مع العلم أنه معظم، وهذه طريقة مرهقة إداريا وفنيا تشغيليا، لأنه معظم دول العالم توفر عندها كميات مياه كافية، بيكون التزويد مستمر وعلى 24 ساعة، لا توجد صعوبة بعملية التزويد، وبتكون الشبكات مضغوطة، وبتكون إمكانية البحث عن الفاقد الفيزيائي أسهل جدا، وبتكون قراءة العدادات بطريقة أفضل، وبتكون كل منظومة الشبكة. هذا الحكي غير متوفر حسب كميات المياه الموجودة منذ الأزل من بداية التوزيع. الفاقد اللي موجود، اللي موجود بالنسب الموجودة مرتبط فاقد فيزيائي وفاقد إداري، ومش بالضرورة الأرقام اللي عم تعلن باللي 40 وبالكذا إنها مرتفعة وفيها سرقات مية أو استعمال غير مشروع. هذه المحاور بنشتغل عليها، لكن الفرصة في البحث عن تخفيض الفاقد الفيزيائي أو الفاقد الإداري لعدم ضغط الشبكة طول أيام الأسبوع بتعطي الفرص للفرق اللي عاملة
أقل من 1 إلى 7 لأنه الدور بيجينا مرة واحدة باليوم. نعم. بتتعامل معها بتتابع، لكن كميات المياه الموجودة اللي بنزودها للمواطنين طيب. المتاحة هي بتوفر الطلب تاعهم بالكمية القليلة وتدار بطريقة ناجحة. طيب حزم الناصر في فترة سابقة قال بأنه المواطن يحتاج إلى 8 سنوات حتى يشرب أول كأس ماء من مشروع النقل الوطني. هذا المشروع وغيره من المشاريع، يعني مثلا مشروع ناقل البحرين تم إيقافه، مشروع الناقل الوطني يحتاج وقت حتى يبدأ الأردن يستفيد منه، بعض المشاريع تم إيقافها بسبب عوائق مالية وغيرها عوائق فنية. ألا كل ذلك يعني ألا يستدعي بأنه فعلا هناك وضع مائي حرج في الأردن؟ أنا في الوضع الحالي سريعا نعمل على 3 محاور من ضمن كجزء من قطاع المياه. نعم. الحلول الآنية، حلول متوسط المدى، والحل اللي هو الناقل الوطني. بالتوازي مع هذه الأمور توجد اجتماعات بشكل شبه أسبوعي وأقل من أسبوعي لوضع لمتابعة الناقل الوطني بالفترة الزمنية اللي متوقعها بين 6 إلى 7 سنوات. نتوقع بنعمل خطط متوسطة للفترة الانتقالية من الآن لبداية الناقل الوطني، وبنشتغل على الخطط الآنية اللي بتواجه أي طارئ مثل ما حدث في صيف 2021. هذول الأمور بنشغل معهم بالتوازي، لكن لن يكون حل سريع يحتاج فترة 5 سنوات بحجم الناقل الوطني بكمية المياه اللي بوفرها بتكون موجودة. احنا في محاور بنشغل عليها، محاور مصادر، الشراكة مع المجتمع المحلي مع المواطنين. أنا عشان وقتي نفذ بدي بس أختم مع أستاذ عمر. اليوم الوضع المائي في الأردن هل ينذر بتهديد للأمن الغذائي؟ نعم، كخبير بيئي، كخبير بيئي. نعم بكل تأكيد، بأن موضوع قطاع المياه وشح المصادر يجب أن ينظر له من زاوية أمنية، الأمن الشامل، وخاصة فيما يتعلق في الأمن الغذائي، خاصة موضوع السدود لأنها تتعلق في القطاع الزراعي. فلذلك من المهم جدا ألا يدار بالشكل الروتيني، ينظر له بشكل استراتيجي عميق، وأن يعني تفرض كل التحديات على الطاولة من جديد، وخاصة المشاكل التي تتعلق مع المياه المشتركة مع الدول المجاورة، يجب وضع حد لها، ويجب أن نقف على الجذور في المشكلة الأصلية، وألا نبقى نعوم في السطح. السيد عمر شوشر رئيس اتحاد الجمعيات البيئية كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. وأيضا كنت معي ضيفي في الاستوديو الرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن مياه هنا السيد محمد العران، شكرا جزيلا لوجودك معنا.